أنا عندي قناعة، الكتاب الوحيد الذي لا أشك فيه هو القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وللعلم أشك بكل كتاب دون القرآن حتى البخاري ومسلم. تشرفونا وتباركونا في إفطار رمضان اللي جاي إن شاء الله، ربنا يديكم نعمة. لا عجبني يعني، تصور يعني شيخنا يعني أنت في مثل ما أدري تسموه خطبة ولا لما تلقى المنبر عظة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا رد ثان على المدعو وسيم يوسف في قول شنيع قاله قبل أيام، وهو أنه قال أنا أشك في كل كتاب دون القرآن حتى صحيح البخاري ومسلم. يعني هو يشك في صحيح البخاري ومسلم، وهذا الكلام من أخطر الكلام ومن أبطل الباطل إذا تأمله الإنسان ودرسه، من أبطل الكلام. أول حاجة كونه يقول أشك بكل كتاب دون القرآن، يعني غير القرآن، يعني أي كتاب بيشك فيه إلا القرآن، هذه القولة كذب كذب. لأن القرآن يقول في ثاني سورة، وهي سورة البقرة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ومعنى لا ريب فيه لا شك فيه، ومعنى ذلك الكتاب يعني هذا الكتاب. فالعرب كانت تستخدم ذلك للبعيد، وأحيانا تستخدمها للقريب من بلاغتهم وفصاحتهم. وكذلك هذا، لفظة هذا كانوا يستخدمونها للقريب في الأصل، وأحيانا يستخدمونها للبعيد. وجاءت لفظة ذلك للقريب في قوله تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، يعني هذا ما وصاكم به لعلكم تتقون. فذلك الكتاب يعني هذا الكتاب القرآن لا ريب فيه لا شك فيه. فطالما أن القرآن لا شك فيه، نحن بنسأل وسيم يوسف سؤال، هل كل القرآن لا ريب فيه ولا شك فيه، ولا جزء منه، جزء فيه ريب وشك وجزء ما فيه ريب وما فيه شك؟ إذا قال القرآن في جزء فيه ريب أو شك كفر وريحنا من الشغلة دي. لو قال كل القرآن لا ريب فيه كما قال تعالى في سورة البقرة، إذن من القرآن، من القرآن قول الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيا وسيم، الآية دي فيها ريب وشك ولا ما فيها؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طبعا الجواب طالما هي من القرآن ما فيها شك. طيب الآية معناتها شنو؟ معناتها ربنا قال أي كلام وأمر أمركم به والنبي عليه الصلاة والسلام الرسول أخذوا، وأي نهي نهاكم عنه الرسول انتهوا عنه. طيب يبقى السؤال المهم جدا ويفصل في القضية دي تماما، لأنه مسألة التشكيك في السنة شككوا فيها ناس كتار، عدنان إبراهيم ووسيم يوسف وعوالي كتار. يبقى سؤال مهم جدا، ربنا لما قال وما آتاكم الرسول فخذوه، كان يعلم ربنا في علمه الأزلي إنه كلام الرسول حيكون ما في وفيه شك في يوم من الأيام وفي آخر الزمان؟ لو قالوا ربنا يعلم إنه كلام الرسول حيكون ما في وحيتغير ويتمحي ويتحرف ويكون مشكك فيه كل كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان قال وما آتاكم الرسول فخذوه، لأنه الآية دي كباقي آية القرآن لكل زمان ومكان، حتى زمننا ده الآية ذاتها وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فربنا لما قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ده دليل على حفظ السنة لمن يفهم. لكن انت ما بيفهم ليه؟ لأنه معدي نهاره كله في التلفزيون، ده ما حاجة جبتها بالدس عشان زول يقول لي جيب دليل، في التلفزيون شغال يغازل البنات والنساوين. انت ما شفتوه؟ هسه والله انا لو ما لولا الحياة
وإنه الأمر ذا قد لا يجوز كان عرضته للناس في الشاشة يحضروا كيف يغازل الكابتنة بتاعت الطيران بيت ضربت له وتستفتيه وقال له عنده دين وقال له شيخ فضربت له وسألته وبيضحك معاه قال له أنت والله هايلة معنى كلامه وأنت ناجحة في شغلك وأنت وهي قالت له أنت برضو كده هايل أكتر مني ويضحكوا قريب تلت ساعة وده ما نموذج واحد عشرات بل مئات البنات وده ما ظهر وربما ما خفي كان أعظم هذور دلوكة زي ده وراسه ملان كله نساوين وغزل للنساء مش في الدس يا جماعة لو في الدس ما بنقوله ده في وسائل الإعلام العالمية العالم كله بيحضر الكلام ده أكتر شيخ بيضحك مع البنوت هو وسيم يوسف أظنه قال نفسه وسيم بجد فدي مشكلة كبيرة جدا ثانيا ربنا سبحانه وتعالى قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم يبقى في الآية ده ربنا ذكر حاجتين الذكر وهو القرآن بدليل قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يعني القرآن والحاجة الثانية بيان هذا الذكر اللي هو ربنا أوكل للنبي عليه الصلاة والسلام بواسطة الوحي لتبين للناس ما نزل إليهم يعني ربنا قال ده ذكر القرآن وقال نزلت لك يا رسول الله عشان تبين للناس معناته في القرآن وفي بيان القرآن موجودات الاثنين بنص الآية دي فطالما وسيم قال أشك بكل كتاب دون القرآن الآيات دي كلها من القرآن يا أنت كذاب بشك بالقرآن ذات وبالآيات اللي بتثبت كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإنه النبي صلى الله عليه وسلم عنده حديث وعنده سنة وعنده كلام وإما تشك في الكلام ده وإما تثبت إذا أثبتت هذه الآيات تثبت السنة بنص القرآن لأنه قبيل لما ربنا قال ذلك الكتاب لا ريب فيه كل الكتاب القرآن كله ما فيه ريب في القرآن إنه في كلام للرسول في أمر فخذوه في نهي فانتهوا عنه في بيان لتبين للناس ما نزل إليهم والواو في اللغة تقتضي المغايرة يعني لو قالوا جاء محمد ومحمد معناته المحمدين ده الكل واحد براو المحمدين أنا أتكلم باللغة الدارجية الآن حتى أفهم الناس المحمدين ده الكل واحد شنو براو جاء محمد ومحمد صح الاسم اشتركوا فيه لكن الشخصين مختلفين بدلالة الواو التي تقتضي شنو المغايرة التي تقتضي المغايرة فربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الواو دي للمغايرة أطيعوا الله في أوامره في أوامر لله سبحانه وتعالى وأطيعوا الرسول في أوامر للرسول غير الأوامر الجات في القرآن بنصها ليه لأن القرآن جاءت فيه أحكام كثيرة مفصلة وأحكام مجملة والسنة شنو يا جماعة بيّنت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام فربنا قال برضو أطيعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهنا قال وما آتاكم الرسول فخذوه فالذي ينكر السنة ولأنه ضرب في أهم كتابين وأصح كتابين في السنة معناته باقي السنة كلها عنده شنو باطلة بدليل قال أشك بكل كتاب حتى البخاري ومسلم إلا القرآن معنات البخاري ومسلم يشك فيهم وباقي الكتب كلها شنو أبو داود والنسائي وابن ماجة كلها بيشك فيها معناته ظاهر كلام الشخص ده ما عنده سنة أصلا فده مخالف للقرآن الكريم وهو يشك في القرآن وإلا يقول تبته لأن القرآن قال في سنة زي ما بينا في الآيات ده واحد نمرة اثنين يا جماعة نسأل وسيم القرآن اللي ما بيشك فيه ده وأنا ما بشك إنك بيشك في القرآن أنا متيقن إنك بتشك في القرآن دي حنجيها في النهاية إن شاء الله كده خليها سا القرآن اللي بتقول ما بتشك فيه ده ذاته يا وسيم كيف ثبت كيف إنه ده قرآن وكذبت وقلت ما بشك في القرآن كيف ثبت ده ما سؤال ما ثبت القرآن إلا بنقل الرجال لأنه الآن نحن في 2019 دي بالميلادي 1440 هجري ما نزل لنا الوحي الآن جبريل وقال لنا ده هو القرآن ذاته ولا قابلنا النبي عليه الصلاة والسلام ولا ربنا خاطبنا من السماء هكذا مباشرة وقال لنا ده القرآن صدقوا ده كله ما حصل طيب عرفنا كيف القرآن وإنت عرفتوا كيف القرآن عرفتوا كيف
نقلوا رجال بأسانيد بأسانيد، وكذلك السنة نقلها رجال بأسانيد، فما صح منها بنقل العدل الضابط من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة، جيب له ده حديث صحيح للنبي عليه الصلاة والسلام، وألفوا في مصطلح وفن الحديث ومعرفة الحديث الصحيح من الضعيف من الحسن إلى آخره، ألفوا فيها مجلدات ممكن تملى البيت ده كله كم مرة، علم دقيق. وإيش معنى أنا بخاطب برضو العقلانيين اللي بينكروا السنة، هذا الترابي وغيره وعدنان إبراهيم ودا وسيم وغيره، إيش معنى أنتم بتؤمنوا بنظريات دنيوية أكاديمية علمية، يقول لك دي نظرية طبية وضعها العالم فلاني، وهم ما قابلوا العالم الفلاني ده، بيكون مات مرات له 500 سنة ما شافوا، لكن بيؤمنوا به ليه؟ لأنه نقلوه لهم ناس صادقين في نظره. إذا كان ده علم دنيوي يا جماعة حفظ بقدر ما فكيف بعلم الدين ربنا يخليه سبهلا وما يحفظ أصلا؟ عشان كده آمنت بالقرآن الذي ثبت بالنقل وبهذه الأسانيد وبهؤلاء الرجال، تؤمن بالسنة التي نقلت بنفس الرجال والأسانيد، وإلا تكون متناقض. دي مسألة. المسألة الثالثة، كلامك ده وسيم انت قلت لينا للناس كلهم عشان يؤمنوا ويعتقدوا عقيدتك دي، انه ما في بخاري ولا مسلم ولا حديث الرسول ولا سنة، ولا احتفظت به بنفسك؟ لا شك انك قلت للناس عشان الناس يعتقدوا، صحيح ولا ما صحيح؟ طيب انت طالما دائر نحن نصدقك ونسخ فيك لانك شايف نفسك صيغة، من باب اولى نحن نصدق البخاري ومسلم وداود والنسائي والرجال الذين نقلوا اليهم تلك الاحاديث التي دونوها، لانه ذيك هم الصيغات فعلا. وانت بتتونس مع النسائي، كيف انا اصدقك اصلا؟ كيف اصدقك؟ وزول فاشل قاعد مع كافر قسيس صليب وطالع برا لابس صليب، وقال لي يا شيخنا، قال للقسيس يا شيخنا، طالما شيخك القسيس الذي يقول إن الله ثلاثة، الذي يقول إن الله هو المسيح ابن مريم، هنيئا مريئا إن شاء الله تعظم ويبسي، ده شيخك خلاص. وطالما ده شيخك كافر وبيقول الله ثلاثة، يبقى أنت ما بتصلح في الدين الإسلامي، لأنه أساس الدين الإسلامي إنه الله كم؟ الله واحد يا وسيم. ربنا قال قل هو الله أحد واحد، دي أنت لسه أنت قلت ده شيخنا، وجاي كذب للقسيس قال له طبعا نحن وياكم واحد وكذا، وعمر بن الخطاب صلى جوا الكنيسة، دي لقيت وين؟ أول حاجة دي جوابنا البخاري، الأثر النسب وسيم ده ونقله غلط، كذب، عمر بن الخطاب ما صلى في الكنيسة، ده أنا حديك الأثر في البخاري، لكن الأثر ده أصلا وسيم جوه من وين؟ من صحيح البخاري القبيل، قال بشوك في صحيح البخاري ومسلم. شوف زول ده زول مستهبل كيف، وزول كذاب كيف. عشان كده القاعدة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل، معناها إنه أي مبتدع متناقض، وأي مبتدع بترد عليه من كلامه، بس كلامه بس، قبل ما نرجع عليه كتاب كلامه بوزك ده بيرد عليك فيه منه. موضوع عمر بن الخطاب ما صلى في الكنيسة ولا كان موضوع صلاة أصلا. في رجل نصراني اسمه قسطنطين، افهم الكلام ده يا وسيم، وخلي الونسة مع النساوين افهم الكلام ده، اسمه قسطنطين، لما عمر الخطاب جزار الشام فقام دعاه، القصة بطولة نقل ابن حجر في الفتح، ونقل البخاري بالتعليق الجازم في صحيح البخاري، وصل عبد الرزاق في المصنف. المهم فقام دعا عمر، لما عمر دخل الشام رضي الله عنه قال له يا أخي النصراني ده كان زول عنده وجاهة وأموال، عنده مكانة في الشام عظيمة، لكن كافر. فقال له عمر هل أكرمتني وأتيتني وأكلت طعامي؟ لكن دعا عمر في البيعة يا هل كنيسة ذات، على قول بعض العلماء، فدعاه قال له تعال هناك. عمر خطاب لما عرف أن الموضوع ده جوا الكنيسة أكل بس، ما كان صلى كيف يصلي جوا هناك؟ فقال له إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الأوثان، وفي رواية التصاوير التي فيها، لأنه مليئة بالأوثان. عشان كده أم سلمة وأم حبيبة في حديث عائشة حكتا أنهما رأتا في الحبشة كنيسة وما فيها من أوثان وتصاوير وتماثيل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أولئك
إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنى على قبره مسجدا أولئك شرار الخلق، ويجوز أن تقول أولئك شرار الخلق عند الله، الحديث الصحيحين. فالرجل ده رجل متناغض متناغض. أما بعد ده قام مشى عمل له تغريدة في التويتر حقه ولا شنو كتب، رد على الناس. طبعا العالم كله الإسلامي هاجمه، لأنه ما ممكن أنت تقول ما في أحاديث للرسول. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان قاعد ما تكلم 23 سنة ما تكلم أصلا، يعني بس نزل القرآن بيسلم للصحابة هاكم هاكم كده ساكت بعين، ولا تقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما شرح القرآن ما فسره للصحابة وما فهمهم القصد منه شنو؟ تقدر تتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام ده؟ سيدة عائشة قالت من زعم أن محمدا كتم شيئا من الرسالة فقد أعظم على الله الفرية. أنت تعظم على الله الفرية بالطريقة دي. ولو قلت تتكلم ربنا قال يتكلم، وقال ترجع في تأويل وتفسير القرآن لبيان الرسول. طيب لو ربنا يعلم أنه بيان الرسول حيكون ما في، كيف ربنا يقول لنا تأخذوا؟ وما كان ربك نسيا. فالرجل ده رجل مجرم يا ناس. وشوف أي زول كان البسموم قرآنين ولا وسيم ده ولا غيره ولا عدنان ولا أي عوالي يطعن في السنة ما قصد إلا الطعن في القرآن وفي السنة وفي الإسلام كله. لأنه شوف السنة دي ما شرحت القرآن، ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في تأويل وتفسير القرآن. كونه يقول لك لا ما تأخذ كلام الرسول معناته ذلك تأخذ كلامه، كلامه يا ناس. والكلمة دي ذاتها يقول لك ما تأخذ كلام صحيح البخاري وحديث الرسول في مسلم وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في أبي داود، الكلمة دي ذاتها هل هي قرآن؟ أنت ما قلت أشك بكل شيء دون القرآن. كلمتك دي قرآن يا وسيم يا ما وسيم، كلمتك دي قرآن، دي قرآن ما قرآن، إذا نحن نشك فيها. بس مش ده بيفهمك أنت، عشان تعرف إنه نازل ناس متناقضين وناس ما عندهم موضوع أصلا. وديل دعاة دعاة الآن سخروا في العالم، وزعوهم في وقت واحد في توقيت واحد كلها بعد ضربة 11 سبتمبر لو تتذكروا بتاعت الفشلة الدواعش القاعدة والتكفيرين والمجارم والمطرفين والإرهابيين، أعداء الإسلام في توقيت واحد. سأقول لهم دعاة معينين ربهم تربية معينة وزعوهم في العالم. تذكروا عمرو خالد بتاع مصر جاء وعامل كيف ومنطط حواجبينه ولمل بنات ببناطلين لابسات بناطلين يقول لهم ايوه هذا الحجاب، ويغشهم يحكي لهم قصص. بعد ما تمكن من قلوبهم تمام بعدك طلع شنو منهجه طارق السودان بنفس النظريه ونفس الطريقه، وكتب الكلام ده طارق السودان في جريده سودانيه لمزار السودان، عملوا معه اللغه بصفحه كامله الجريده الان موجوده عندي. قالوا له احكي لنا حياتك، قال المرء قال حياتي مراحل اثنين او ثلاثه مراحل على ما اذكر. قال المرحلة الأولى قال المرحلة القصصية، قال والهدف منها جذب المجتمع وكسب المجتمع، لأنه الناس بيحبوا القصة. هسه أمشي أي جامعة في السوق الخضار أحكي قصة تلقى جماعة فتح وخشيم ومريله، لأنه الناس بيحبوا شنو؟ القصص. فقال أول خطوة أنا بحكي القصص، قال عشان أتمكن من الناس، خلاصة كلامه يعني. قال المرحلة والله قال كده براو، قال المرحلة الثانية بس أفكاري. شو الناس المجرمين وبيخططوا لهدم الإسلام بهذه الطريقة، لأنه العدو الخارجي زي ما بيحاربنا كمسلمين بالسلاح الغير والصواريخ وغيره بقى يحاربنا أكثر بالحرب الزيدي بتسخير علماء ضلال وشيوخ فتنة. وتنبأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم زمان بزي ناس وسيم ديل وعمرو خالد وطارق السويدان والمغامسي ذاك بيغش الجماعة بالبوكا وغيره وغيره وغيره، كلهم يتنبأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمثالهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي الساعة سنوات خداعة يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، الحال ينقلب وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه، وفي رواية قال الرجل السفيه. عشان كده احنا لما ندير نرزعهم ونتكلم عنهم بغلظة، بعض الناس عندهم حنان زايد ما مرتبط بالعلم الشرعي، يقول لك لا بالراحة، وديل ده ضيعوا الدين كله بالراحة بتاع شنو؟ وهو لما قال الباطل ما قلت له بالراحة، لما أنا أرد بالحق وأرد على الباطل تقول لي لا خليه وما تتكلم في الناس، هو تكلم في الدين وكذب على ربنا وكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وكذب على عمر بن الخطاب الفاروق. يا ترى لو عمر كان حي كان خلاه؟
وبيده الدرة كان خلاه لافي يصعلق ويتكلم مع البنات في التلفزيون. انت هايلة وانت رائعة وربنا يوفقك. يلبس الحق بالباطل والناس بتفرجوا بعينه الغريبة إلا من رحم الله، لكن غالب الناس بتفرجوا بعينه. يا أخي خلي الدين مثلا، انت ما عندك غير على الدين كثير، أبقى زي الجاهلين زمان ديك، مع أنه ده باطل، لكن ديك أقل شيء كان عندهم غير على أعراضهم. يا أخي يا خلي ديك الحيوانات بتغير على أعراضها. ابن حجر نقل قصة عن السلف أنه في حصان دخلوا له أمه الولدته يعني الرمكة، دخلوها له عشان يطع عليها أبا قدر ما يجيبوا بجاي يلف بجاي، يجيبوا بجاي يلف بجاي، غطوا له وشه ودخلوا له في غرفة مظلمة، فوطئها لما فتحوا له وشه فتحوا له عيونه عرف دي أمه شمها، لوى عنقه وقطع ذكره من محله ورمى به. حيوانات بتغير دايت والناس مع الناس هاوين يا أخي في التلفزيون يا ناس، ما تعيد تعيد تعيدين يا ما بنعرفه في التلفزيون والناس بتعاين. يقول لك شيخ وسيم وهو بدأ نفسي بداية طارق السويد عندي، بدأ أول شيء بتوسير الأحلام للنساوين، خدت لابتوب ولا حاجة سوداء أنا ما بعرفها خدتها قدامه وقاعد يلعب في البتاع والبت تحكي له ويستمتع جدا بالكلام معهم. بدل ما أشوف العلماء لما تتصل مرة، شفنا سمعنا الشيوخ شيخ فلان وعلماء الكبار حقيقيين، لما تتصل مرة شيخ الفوزان أو شيخ بن باز أو غيره في التلفزيون بيختصروها، لأنه الناس نحسبهم بيخافوا الله يا أخي، ما فاضل للوساخات زي دي، ده يستمتع. اها وتلاقي تاني شنو يتونس معاه. سالتك في الدين يقبل، انت ما عندك علاقه ذاته بالدين الصحيح ولا بالاسلام الصحيح ولا بالعلم الصحيح. لكن ديل كلهم الذين تنبأ بهم النبي صلى الله عليه وسلم ايضا كما قال ان الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، يعني علم ما بيطلعوه من صدور العلماء هكذا عنوه، وانما يقبض العلم بقبض يعني بموت العلماء حتى اذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. شوف هو جاهل لكن قال شنو؟ بقى راس. الرسول اثبت له الجهل لكن قال بقى شنو؟ راس، وراس في الجهل. فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا، فبدا بالتفسير الاحلام ولقط النساوين واتصلوا تلفونات وما وسيم وسيم ما وسيم وهكذا رقم تلفوني. لما اشتهر بقى بعد ذاك يدجل ويكذب على المسلمين، وعنده باطل كثير. احنا جايين كونه يقول للنصراني القبيل ده شيخنا، ده بيخالف القرآن. انت مش قلت تشك بكل كتاب في كل كتاب دون القرآن؟ ده بيخالف القرآن برضو. كيف؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لا تجد قوما، يعني مستحيل تلقى قوم مؤمنين صحيح بالله واليوم الآخر بيحبوا لهم كافر. الله قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، المودة يعني المحبة، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. يعني شنو الآية؟ الله قال ما حتلقى زول مؤمن بالله إيمان صحيح وباليوم الآخر إيمان تمام ويكون بحب الكفار الذين حادوا الله ورسوله. وديل حادوا الله ورسوله، زول قال الله ثلاثة يا ناس، تاني المحادة لله والرسول كيف؟ زول قال الله ثلاثة، عيسى الله والله الله والروح القدس الله، قال في ثلاثة الله، هم قالوا مش نحن. زول قال الله زنى بمريم كما جاء في إنجيل متى، صح واحد أو خمسة أنا نسيت الآن، إنه الروح القدس ربنا تجلى وحب لمريم وحملت منه وخجلت وكان خطيبها يوسف بن هالي فأراد أن يخليها سرا لأنه استحى إنها حملت من الله ولدت عيسى. ده تخذت جنبك تقول لي شيخي أنت مجنون ولا شنو؟ تقول لي شيخي كمان؟ شيخي ده شيخك؟ خلاص هنيا. فلا يمكن يا ناس، لا يمكن الأمة الإسلامية تصل مرحلة زي دي، يسمع لواحد سفيه يا أخي صعلوك، يسمع لرجل زي ده ويأخذوا منه دين. خلي كلامنا ده كله خليه في البخاري ومسلم في الأحاديث، خليه زول بغاز النسوان قدامك أنت ما قدامي أنا. تقول لي شيخ وسيم أفتح في التغريدة بتاعته يرد عليه على الناس الهاجوا فيه من الأمة الإسلامية في مسألة إنكاروا للأحاديث وإنكاروا لأصح الكتب في الأحاديث البخاري ومسلم. قال الألباني ذاته ما طعن في البخاري ومسلم أو كلمة نحوها. لا، أول حاجة الألباني كلامه كالآتي، ديك لكلامه كله خلاصة كلامه كالآتي. الألباني قال إنه البخاري ومسلم أصح كتابين بعد القرآن،
وهذا ما اتفق عليه جميع العلماء واتفقت عليه جميع الأمة الإسلامية إلا وسيم ومن شابهه. لكن قال أنا ربنا علمني علم، هكذا قال، وهو علم معرفة الحديث الصحيح من الضعيف. قال ومكنني الله منه حتى استطعت أن أميز الصحيح من الضعيف في الأحاديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ودرست هذا العلم أصولا وفروعا، وقال ده من فضل الله علي، يعني ده ما فخر، قال ده من فضل الله علي، جزاه الله خير ورحمه الله رحمه واسع. قال فطبقت هذه القواعد على كتب الحديث، ووجدت فيها الصحيح الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، ووجدت فيها غير الصحيح من الضعيف والموضوع وإلى آخره. قال وطبقت هذه القواعد على البخاري ومسلم. قال فوجدت أحاديث لا ترتقي حتى إلى درجة الحسن، بل هي ضعيفة. قال ولكنها لا تصل إلى 10 أحاديث في البخاري ومسلم كله، لا تصل إلى كم؟ 10 أحاديث. قام السائل سأله قال لي يا شيخ هل سبقك أحد على الكلام ده؟ كلام طويل الخلاصة. قال له سبقني الإمام الدارقطني، ده معروف عند علماء الحديث في نقاد ده اللي تقلهم زي وسيم يوسف زول فنان ساكت، لا نقاد علماء بتاع الحديث، العلم ده ما عنده قواعد بيدرسوا. والغريب الناس مؤمنين بعلم الطب والهندسة والكيمياء والفيزياء والرياضيات والحساب وغيره 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 وغيره، الدين ده ما فيه علم، وده أساس العلم أهم من الطب والهندسة وغيره وأدق من ذاك، بل ده الصحيح. المهم فقال الدارقطني سبقني، لأن الدارقطني من الناس اللي انتقدوا، وقبل الدارقطني وبعده في ناس انتقدوا والعلماء ردوا عليهم وكذا، دي اجتهاد. وإن الحاكم إذا اجتهد وأصاف له أجر واحد، وإذا اجتهد وأخطأ أصاف له أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. والحاكم إنه أقصد بحاكم الدولة فقط، إنما هو الحاكم الذي يحكم في المسألة أيضا، الحاكم الذي يحكم. طيب ف دي اجتهادات بتاعت العلماء، منهم الشيخ الألباني عالم حديث شهد له الأعداء قبل الأصدقاء، قال الحديث اللي انتقدتها ما بتحصل 10 أحاديث في الصحيحين كله. شوف البخاري براو قالوا 4000 من غير المكرر وقيل غير ذلك، والمكرر قالوا 7563 حديث وقيل غير ذلك، لأنه في بعض الأحاديث هل دي حديثين أو حديث كده اختلفوا فيها، لكن متفقين أنه دي الحديث، فالأرقام اختلفت. الآن الطبعة اللي عندي بالمكرر 7563 حديث في البخاري براو، وشوف مسلم كم 1000. قال أنا اللي انتقدتهم كلهم في الصحيحين البخاري ومسلم ما بيحصلوا شنو؟ 10. قال بينما الدارقطني انتقد 10، وقال أنا حقني ما حصل شنو؟ يعني حتى الألباني ما اتفق مع الدارقطني في كل الأحاديث شنو؟ اللي انتقد على البخاري ومسلم. دي مسألة، مما يدل إنه ده اجتهاد لأهل الاجتهاد، دي مسألة أولى. المسألة الثانية الألباني قال دي ذات الأقل من 10 دي أحاديث، دي قال دي جزء منها ما انتقدت الحديث كله، انتقدت لفظة واحدة بالحديث أو كلمة، وضرب أمثلة منها قال حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال نكح النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة رضي الله عنها وهو محرم، فالعلماء قالوا المحرم ما يجوز له شنو؟ لا يخطب ولا ينكح يتزوج، ما يجوز. فلقوا رواية عن ميمونة، ودي رواية ابن عباس، وميمونة هي صاحبة الشان، هي اللي تزوجوها رضي الله عنها، فرواية مقدمة. لقوا رواية عن ميمونة نكحني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلال، يعني بيقوا في الحل من شنو؟ بعد ما بعد الإحرام يعني. فالعلماء اعتمدوا دي وضعفوا ديك، ده الألباني قال كده، قال ده كان ضعفته مع العلماء، الضعف دي كان ضعفته، وإن كانت قال في الصحيحين ضعف شنو؟ كلمة. ليه؟ لأن الرواية جابتها منه ميمونة اللي هي صاحبة الشأن، واعتذروا بعد ذاك لابن عباس وكذا وكذا وكذا، لأنه زي ما روي عن الإمام الشافعي قال أبى الله أن يتم إلا كتابه، أبى الله أن يتم إلا كتابه. ده رأي منه يا جماعة، ده اجتهاد الألباني. الآن أنا بحكي لك، فلاحظ إنه كلامه ده كله ناشئ عن شنو يا جماعة؟ عن علم. وسيم علمه إنه
وبعدين وسيم ما قال زي الألباني، ما قال في أقل من 10 حديث في الصحيحين دين أشكك فيها، قال أنا بشك بكل كتاب دون القرآن حتى البخاري مسلم. يعني لا عنده بخاري، لا عنده مسلم، لا عنده أبو داود، لا عنده الترمذي، لا ابن ماجه، لا النسائي، لا مسند الإمام أحمد، لا الطبراني، المعاجم الثلاث، ده كله ما في دين ذاته ما في. واللي احنا نسألك يا وسيم، انت بتقول القرآن بس، الصلاة دي قاعد تصليها كيف؟ الصلاة دي بيصليها كيف؟ التسليم وينه؟ الأربع ركعات تحت الظهر والعصر والعشاء وينه؟ ثلاث ركعات المغرب وركعتين الصبح وينه؟ ده ما سؤال. ربنا قال وأقيموا الصلاة، لكن كيف؟ شرحت في السنة لتبين للناس ما نزل إليهم. ربنا قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أنصبتها كيف الزكاة؟ شرحت في السنة. ولا يمكن أنت تسمح لنفسك تشرح القرآن وتقول الرسول ما شرح القرآن. لو قلت شرحه وينه؟ ولو قلت ما شرحه أنت أفهم من الرسول؟ عشان تفهم الكتاب وتشرحه وتدعي بمقتضى كلامك أنه الرسول ما فيه مشاكل كده ما شرحه، يا كذاب يا مستهبل. فقال تعيد بالتغريدة أنه الألباني، الألباني ما قال ما في بخاري مسلم، ولا ما قال، ولا قال أنا بشك في كل كتاب حتى البخاري مسلم، قال أنا عندي أقل من 10 حديث، عندي قواعد علمية طبقتها. قد يصيب الألباني وقد شنو يا جماعة، وقد يخطي، زي ما العلماء ردوا على الدارقطني وقال كلام وانتقد أشياء في البخاري وردوا عليه، وده الموضوع كله البيوطي فيه ناس. وسيم، وسيم ده جاله من عدنان الوسخ ده، شاله منه يعني ما جاب حاجة جديدة يعني، فدير كلهم بيشيلوا من بعض. والهدف من الكلام ده أيها المسلمون جميعا هو هدم الإسلام، الهدف من الكلام ده هو تدمير الدين. يطلع الشباب والبنات وفي الجامعات يقول هذول ما في كلام للرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى دارين كلام منه كلام لينين، الرسول ما قال أي حاجة ولا وصانا بأي شيء، يبقى دارين وصايا منه، وصايا ماركس وإنجلس. دل الخلاصة يا ناس، لكن دل بيجوك باسم الدين، عاملين لحى مزيفة مزورة ويجوك باسم الدين، ودل أخطر والله من العدو اللي بيضربنا بالسلاح وبالنووي، لأن أولئك يفسدون الأبدان، وهؤلاء المجرمين يفسدون الأديان والعقائد. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.